عملت ديزاين للبتاع الازرق اللي ورا هذا، مش عارف اذا باين عليكم اصدقائي، لانه كنت عامل واحد تعيس شويه، هوريكم التعيس اللي كنت عامله زمان. كانت شغل عفشو يعني، شغل سريع. شوفوا الشكل اللي قبله كان ازاي، كان صغير جدا، كان تعيس. شايفين الفرق؟ هذا الديزاين احسن من اللي قبله اصدقائي، ولكن ليس الديزاين الاخير، لانه الحتة الجانبية دي كالسيف كالسكينة. اكتشفت حاجة في البرنامج بيخلي لك الحاجات دي يعني تكون اكثر سموث. شايفين الاطراف على الجنب هنا ما بقتش حادة، بقت معمول لها زي كيرف كده. هذه هتقلل من الضغط. اول حاجة نمسك هنا نكتب بارت، بعدين نعمل الشكل هذا اكسبورت، تحطه على برنامج كيورا، وهذا برنامج فري يعني، هو ده اللي بيعطي الاوامر للبرينتر هيتحرك ازاي، فين وتحته ازاي، ودايما بيعمل له ابديت وهو فري اصلا يعني. وهو ده الشكل اللي احنا عايزينه. شايفين هنعمل له سلايس، بيقول لك بياخد كام ساعه، هنا تحت بياخد ساعه و40 دقيقه. اوكي اوكي. كانه بيقول لي تفضل يا سيدي خد الطباعه بتاعتك. حلوة الحتة الأخيرة هذه يا أصدقائي. ها هو المنتج الأخير. غيرت الديزاين الصغير هذا يعني إيه ده؟ وكان يزعجني، وبص السمك بتاعه رفيع جدا، ما كنتش عارف أمسكه. ها هو المنتج الأخير كما ترون أصدقائي، ما بقتش الحدود هنا عاملة زي السيف، يعني بقت أسهل في المسك. وطبعا عملت الجزء الآخر كمان عشان يبقى الاتنين زي بعض يعني. إيه رأيكم أصدقائي؟ شكلها بقى احسن الان. شايفين الاثنين زي بعض، زمان كانت واحده سوداء واحده بيضاء واحده، الان بقى الاثنين ازرق. تمام، جود جوب. والان انا منطلق الى العمل والشغل والنشاط والجدي. سعدت بالكلام معاكم اصدقائي. طبعا لو انت بتحب او عندك المزاج او عندك الوقت، ممكن تعمل ديزاين وتطبع لقطع غيار السيارات وتبيع اونلاين في الاي باي بثمن ارخص من الاصلي، وتعمل لك ربح على... والله ممكن اعرض الاثنين دول على الاي باي، نشوف حد هيشتري. لا اظنه يعني، بس في ناس هتشتري. انا هعملهم بنص الثمن، اعتقد الثاني ب 15 باوند بيتباع، انا هبيع هذا ب 8، ولا حرج عليك.